أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مهرجان صيف البحرين للألعاب، والذي يستمر بفعالياته المتنوعة في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويأتي هذا الحدث الترفيهي ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين 2024 بشراكة استراتيجية مع مسرح الدانة وبالتعاون مع سبيستون وبرعاية بنك البحرين الوطني. الزميلة إيمان شرف زارت المهرجان ورصدت لنا آراء الزوار. عندما يعيش الأطفال عالم الكرتون على أرض الواقع بشخصيات اعتاد الأطفال على مشاهدتها، فأحدها يحمل عبرا ودروسا والبعض الآخر يضفي جوا من الترفيه والاستمتاع. ومهرجان صيف البحرين للألعاب، والذي يعد الأكبر من نوعه، جاء ليضم 25 شخصية عالمية تم توزيعها على 3 أركان رئيسية تشمل ركنا للفتيات وركنا للأولاد، بالإضافة إلى ركن خاص للأطفال الصغار تم تجهيزه بحيث يكون آمنا ومسليا لهذه الفئة العمرية. جيت المكان مع أختي واللي يصيرون لي، وايد استانست في المكان ولعبنا في بعض الأماكن وايد كانوا حلوين واستانست معاهم وايد. ما شاء الله المكان وايد حلو يعني، وحين نطلع أن أشياء أزيد نفس من هالنوعية البرامج البحرين. ليش؟ نبي صيفنا بديرتنا، عرفت شلون؟ وان شاء الله ان شاء الله نتمنى ان يكون ينال اعجاب الجميع، واحنا نسمحنا ننال على اعجابنا ما شاء الله. المكان كثير حلو، فيه العاب متنوعه ومنظم كثير، والولاد كثير انبسطوا ما شاء الله. شكرا على القائمين على هالالعاب هاي، كثير حلوه. هذا الصيف سيكون الأروع والأكثر متعة وتشويقا في مملكة البحرين، حيث سيستمتع زوار المهرجان بفرص مشاهدة عشرات العروض المسرحية العالمية إلى جانب الفعاليات والأنشطة اليومية. المكان وايد حلو، وأنصح كل من يهني زين، وايد حلو الشخصيات والهاري بوتر، وحتى كمان في شخصيات بليبي والأل باربي، كل شيء فيه حلو هني، فأنصح كل من مني صيف البحرين. هالفعالية أول مرة تصير في البحرين، تعاون مع سبيستون، طبعا تناسب كل الفئات العمرية، مو بس ياهال والكبار، احنا مستانسين هني، وفي محلات حق أكل، في أشياء تناسب قسم كامل حق الصبيان، قسم حق البنات، وفي قسم بعد حق البري سكول، يعني يناسب الأطفال من الصغار للكبار. والستيج بعد كل يوم في عروض، وكل يوم في ألعاب، حتى في أشياء تقدرون تشترونها في قسم هاري بوتر وتستانسون. أنا بلعب ويا خواتي بمستوصف في البحرين، وإحنا جايين هنا عشان نلعب ويا بعض ونستانس ونشوف المنظر ونلعب بالنطيطات. مهرجان صيف البحرين وايد جميل، لأن في عرضات وفي بعد بيت بلوين بينجو، في مال بليبي، وفي بعد هاي مال البيت الباربي، وفي مال ال او الز، وان شاء الله كل سنه يصير هاللون. الفتيات الصغيرات على موعد مع العديد من المفاجآت مع شخصياتهم الكرتونية المفضلة، وسيتمكن الأولاد الصغار من خوض تحديات عبر الركن الخاص بهم في المهرجان. ربما الكلمات لا تفي حقه في الوصف، لكن من المؤكد أن هناك الكثير من المفاجآت ستكون في انتظار زوار المهرجان. مهرجان صيف البحرين للألعاب يشتمل على العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتفاعلية، ليعيش الأطفال ومختلف الفئات العمرية تجربة استثنائية لا تنسى، مليئة بالفرح والسرور لما يضمنه المهرجان من تنوع جميل يواكب مختلف الاهتمامات. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.